ما رمت أبوي ما أخبركم على المعلومة هذه. بالنسبة لتجمعات العوائل خارج الدولة اللي يصيروا يقيضون ويصيفون، بالنسبة للموضوع هذا 90% من الزيجات اللي استوت من السبعينات لين قبل 10 سنين كل من سبب لقاء العوائل خارج الدولة. من لقاء العوائل خارج الدولة، الهند نبغي وفيها الملتقى مبيوح، هذا واحد أبوي من النياشين الأولية، كل اللحين يابا وعيال وعيالهم أبوي طولهم، كل أبوي لقاءاتهم كانت خارج الدولة. هاي من إيجابيات السير والجي. بحين البيوت مزرة يميع البنيات، منو شافن بناتهم؟ ما حد شافن. لو شافون بيعرس ما بوحدة من هبتهم. هي والله هم الأشياء الإيجابية الأولية. يلا بس تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أنا قايل لكم اليوم في حلم حلمان إنه والله إنه وطلع التفسير إنه متو قال لي أحسن أجي طلع إنه متو أبويه وصل متو وصل بحفظ الله في حفظ الله ورعايته ساري تلقف لمرزوق مرزوق بن ابن محمد بن سيف القبيس بكبره بزمه وعراه ساير أبوي لين المطار يتلقف يستقبل سمونه متو. وحين طلع شو لي فيديو ما وعيت له في سلام عليكم الرباب بسم الله الرحمن الرحيم وين جاي ترى أبويه وصل من بلاده متى ساير شعبان ورمضان وفطرين يعني 4 شهور وشيء هي لكنه شاغول رقم واحد متو هذا شاغول ما حد شراته يشتغل. يلا عاد بنزلكم فيديو الحين رباب سلام عليكم بابا انا بيوت انا يجي سلام عليكم. شو بتسوي شو راوي خلطي هالنمون ها جلبي هذا ابوي بيض مع بسطرمه اند وات كسبره ايوه عاد تشيز وتشيز بعد حلو بي تشيز بارك الله فيك. اليوم شوفوا انتم هذا اليوم شو مسوي يا سلام 3-4 نمونات نوع بسمسم ونوع بشوفان ونوع بسويد ونوع سمسم أبيض سمسم أشلق وسمسم أبلق والحمد لله خلاص make for me two the one of this and with this زين thank you you will put two the same no need حطي لي هاللي وجه حمار that's why I'm saying soy sauce that's you will not for you all it's even madame okay زين هات شوي شوي لا تطري thank you good morning بطة هدى صباح الخير ما بصورت يلا اندبلت كبدي اندبلت كبدي طنبلت من كل يوم ريوق تفاحة وكيوي وأناناس تفاح وكيوي وأناناس اندبلت كبدي يا عيال حلال قلت اليوم بكسر ربوي الروتين قلت اليوم بكسر الروتين بغير الموجة ها شو ما شاء الله عليك انت يا مهر ها ها مهر رد مرة ثانية بعدين أصبغهن ها 2-3 مرات سوي دبل زين بعدين بعدين مرة ثانية يعني بعد هي بعد الحين خلص أول كامل وعقب رد أصبغ مرة ثانية يلا بارك الله فيك جزاك الله خير ها ها لا تنسى ها هذا ها قطع ها سرطان هذا هذا أيوة هذا يسمونه سرطانات شلهن لا تخليهن يضعفن الزراعة بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الرحمن شيء بالله عليكم أجمل من هالمنظر ولا شيء يجمل عنا الخبز أبوي حار ويدخل وهالساعة أبوي خدمة البيت ما يحتاج ابوي لا صمون ولا سر المخبز ولا تعامل المخبز ولا طرش الدريبل هذا حتى درهم ما يكلف درهم ما يكلف نص كيلة طحين ب4 عنات يا صبروا هذا مهر تعال يا هاتشي شوي شغلني تعال كيف حالك؟ الحمد لله ليش وادي اليوم شغل انت؟ تبغي عشان شغل خلاص؟ عشان تسافر
فرحان بالسيرة فرحان الأول يشتغل أبوي الحين حتى الظهر يشتغل لا ظهر بند ساعة واحد ساعة ثلاث ما تشتغل حرام بعدين اشتغل في المساء من أربع لين في الليل زين يلا بارك حالك بخير كيف حالك أنت الحمد لله كل شيء زين شو اسمك أنت شو اسمك محمد أنا والله والنعم بمحمد عليك. أنا بخير شو أخبارك شي بلادك أنت أبوي في أنت بلادك شو بلاد إيران إيران وين عادة لارستان لاري ما شاء الله أيوة. ما شاء الله ما شاء الله شوف وجهك تويه لاري لاري هنمون ويهم لاري رقم واحد بارك الله فيك مبسوط داخل الإمارات أيوة. الحمد لله أول شيء عدل رأسك وطالع هناك وقد في النار رقم واحد سلام عليكم بحس عالي سلام عليكم عليكم السلام إيه شو اسمك وين ساكن من وين وفي أي صف اسمي عبد الله وأنا صف رابع ما شاء الله شاطر ولا أيوة شاطر برغم شكلك ما يدل إنك شاطر ما أدري ليش تحب البرجر أيوة تباني أزعل منك ولا تم أوكي معك أوكي برجر مرة ثانية زين كل مرة في الأسبوعين عشرة أيام مرة واحدة اي شيء فيه فاست فود ولا حق واحد فنان رقم واحد حق تطلع الرقبه هاي الرقبه اللي طول قد السمسمه ها يلا ايه زين يلا ما رو ما كمل تصقروني زين سعد حظ اليوم هالاشكال الجميله ايش حالك شو حالك شو اسمك انت راشد والله والنعم بسنيد والنعم انت بخير كل شيء زين ظلوس خلبانات لو ثوب الاهن الظلوس شي بلاهن صح يا كان هذا ظلوس الغزال لا هذاك واحد كان ظلوس الخيل وهذاك اللي بالناس بسم الله الرحمن الرحيم اي جماعه يلا لا ما بيخلي لا لا برايت همك والله ما بتم بمن عنوي عليه زين شو اسمك قلت لي يقول ابن عمك سعود بن فاضل شمس انت والله والنعم والنعم بسنيده وين عطوك ابره وين عطوك ابره 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 وين عطوك ماما عطوها هنا الله تصير ماما وين عطوك ابره ابره انجكشن الابره وين عطوه ما بطع يرمس ايد وين في اي اي ايد عطوه هاي تعورك كله ما عورك ايه لان النرسه شاطره طلع دم ما طلع دم ليش تكذب احس انه ما طلع دم حبيبي حطوني الستر وحطوني مدفوق ايدي بني شامس يوم يدقونهم بر ما يطلع فيهم منهم دم حبيبي سينا عنا يلا يحافظ ابو منو محمد اشكر فنك يا البطل انت الشجاع ها انت ابوي محمد اسمه هي ما يستوي لا 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 انت شو اسمك قلت لي راشد والله ما اليوم مرحبا ابو سنيدة انت مسافر ها سافرت هي توني جايه من السفر صرت اول بادي بانكوك عقب صرت لندن شفت شباب مثلك اولاد وايدين وكلهم صورت وياهم احنا سافرنا وين استراليا سرنتا نتفورا ما شاء الله هاي اخر وحده على حبيبي انا ما عرفتها استراليا وسريلانكا عرفت هاي نتفورا اول مره اسمع دارفور صرت السودان صرت ملبورن تحركت صرت كارفور ايه لا كارفور هي هاي تلف السودان شو اسمها انزين اقول لك ساكورا زين شوف اقول لك عيبك وين صار تر علي يمك شو بالك ما يعرف الكلام هذا ما يعرف الكلام ابدا كلمه واحده ما يعرف عربي كيف حالك إيه؟ وين حبه هاي شو تريد الحين هاي شو تبغى شو تبين I call you more than 2 hours ago now you said to me but I call you you cut my phone yes because I don't need you last time وين بيبي هذا ما بتغدى عندنا اليوم؟ ما ينول عنس أمس تغديت بعد تغدى اليوم شو المشكلة؟ لا 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 بتشغل غدانا اليوم فنان غدا رقم واحد صبر مشغول مالح اليوم وين الفيديو؟ صلاح شو سويت عند الدكتور؟
سوى زين. يلا صورت فيديو خلاص. يلا الحين تعال تعال تعرف. يا على هواك. يلا تعال. زين علومك صلاح؟ كل شيء زين؟ دبي. شو؟ دبي. يدخلوا خدي الغداء؟ ايه. بعد حبيبي ما اكدوا يمكن يوم الاحد الاثنين ترى يوم اربعتهم يوم السفر حبيبي ياسر اللي بيحضرون العزيمه اربعه مسافرين كانوا بيجون اسبوع اللي خطف اخروا اي قالوا ابوي زايقين نحمل الحر قالوا ابوي يوم يبرد الماء في الارض نحن بني بعد الماء بعد ما برد حبيبي انت شو تبى الحين وليش عيونك حمر داخ جقارة انت؟ لا شو عيال؟ داخ جقارة؟ لا دايخ جقارة ولا دوختني؟ ما لا لا انا خبر انا ما سبب شو يعني؟ ما سبب تعال صلاح داخ زقارة؟ صلاح داخ زقارة هو؟ زقارة؟ لا شو عيال؟ على عيونك حمر؟ الساعة سبعة يجي صالون الحين يا من الصالون انتو؟ ما قول من الدكتور؟ دكتور خلص بعدين نروح سيدة ابدا بصالون مراكو ما بواك انت كل يوم هالصالون زارك زين مدوخ متبايع كنت كل شوي كنت وايد كشرة طلع بسم الله صلاح كم بتسمع نصيحتي تتغدى عندنا امس غير واليوم غير مسوي مشغول مالح رقم واحد جات ان شاء الله وينك وين دبي دبي ابو ياسر ابو يبعدي يتسحب الله هذا صلاح الله يحفظكم سجلناه عند هلب العلاج الطبيعي في مستشفى بارجين وحين ابوي كل يوم يصير لهم يجلس عندهم الضحى بطوله ساعتين ساعه يمرنونه اليوم عاد هذا اسد صوره وهم اثناء التمرين وحين ترى شو الفيديو عاد قبل بيكم التمرين صلاح ارفع يلا 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 ممتاز يلا كمان بعد نزل يلا ارفع 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 يلا كمان 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 نزل يلا كمان بعد يلا ارفع ارفع لا ما تثني ارفع يلا نزل بعد يلا ارفع بعد يلا يلا كمان يلا ارفع ايوه ممتاز كمان زين في وجع كويس بدك تيجي كل يوم؟ ايه يلا ارفع يلا بعد يلا انزل يلا بعد كمل يلا بعد كمل ايوه يلا برافو يلا ارفع 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 يلا لا ما تثنيها ارفع يلا ارفع ارفع بعد اوكي زين يلا بدنا نعمل هاي الحركة ارفع ايوه يلا كمل يلا يلا ادفع يلا يلا شد حيلك يلا 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 بعد يلا بعد يلا يلا بعد يلا 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 دوس دوس يلا ما شاء الله قوي يلا يلا ارفع ارفع يلا دوس بعد ايوه طيب دوس على ايدي اضغط تحت هون على ايدي هاي لتحت يلا لا 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 من هون هيك دوس يلا يلا بعد يلا دوس يلا ممتاز يلا يلا ممتاز شوف العضله ما شاء الله قوم عضلتين اقوى مني يلا بعد يلا بعد 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 يلا كمان يلا كمان مره يلا ممتاز يلا كمان مره يلا بعد 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 كمان مرة يلا بعد 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 يلا كمان مرة يلا بعد 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 ممتاز يلا كمان مرة بعد بعد كمان مرة ممتاز خلاص يلا ركبي ارفع يلا 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 ممتاز يلا كمان بعد نزل يلا ارفع 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 يلا كمان 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 نزل يلا كمان بعد يلا ارفع ارفع لا ما تثني ارفع يلا نزل بعد يلا ارفع بعد يلا يلا كمان يلا ارفع ايوه ممتاز كمان زين
في وجع؟ كويس. بدك تيجي كل يوم؟ يلا ارفع. يلا بعد. يلا بعد. كمل. يلا بعد. كمل. ايوه يلا. برافو يلا. ارفع 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 يلا. لا ما تثنيها ارفع. يلا ارفع ارفع بعد. اوكي زين. يلا. بدنا نعمل هاي الحركة. ارفع ايوه يلا. كمل يلا. يلا. ادفع يلا يلا شد حيلك يلا 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 بعد يلا بعد يلا يلا بعد يلا 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 دوس دوس يلا ما شاء الله قوي يلا يلا ارفع ارفع يلا دوس بعد ايوه طيب دوس على ايدي اضغط تحت هون على ايدي هاي لتحت يلا لا 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 من هون هيك دوس يلا يلا بعد يلا دوس يلا ممتاز يلا يلا ممتاز شوف العضله ما شاء الله اقوى من عضلتي اقوى مني يلا بعد يلا بعد 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 يلا كمان يلا كمان مره يلا ممتاز يلا كمان مره يلا بعد 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 كمان مرة يلا بعد 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 يلا كمان مرة يلا بعد 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 ممتاز يلا كمان مرة بعد بعد كمان مرة ممتاز خلاص زين يلا أسرع أيوة 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 برافو عليك صراحة ورا ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل هذا ما شاء الله بدون فطور ما شاء الله ما كان بيض اليوم لا امس ما في بيض اليوم لا يلا سوى بشره وحليب فواكه بس يلا يلا رياضه بعدين اول رياضه بعدين فطور ان شاء الله المره الجايه نطلع السيكل الثاني ها المره الجايه نطلع السيكل الثاني وين اما بقى كبير وانت كبير ما شاء الله هذا سايكل كبير ايه باشر قومه ان شاء الله كيف احسن رجلك ما في وجع صح الحمد لله كم جلسه صرنا كم جلسه كم مره صرت جاي عندي مرتين صح زين نعم الاسبوع الجاي تجيني ثلاث مرات ها ايه يوم بعد يوم ايه يلا خير ان شاء الله خير يلا بس رجليك رجليك حرك ما تحرك جسمك بس رجليك ايوه ايوه زين زين خلاص ممتاز ممتاز ها آه تعبنا؟ تعبنا؟ لا خفف لك اياه؟ لا لا خلي خلي يلا خلي تحرى القيض راد من يده يديد واللي يحيد عمره ابوي في الخارج ويتبرد لا يستعيل في الجيد الا كان عنده عيال يدرسون ولا كلامي البارحة موجه للمجتمع مش ولا بني اخصنا في حد معين فلانه ولا علانه ولا فلان ولا علان ابوي انا ما اهتم في اي انسان مريض نفسيا او مريضه نفسيا انا الكلام وجه للكل ان يعني فلان بلا ما يعني مثلا زلامسي والله ممزوره عرب نحن هب سايرين ايطاليا ممزوره عرب عجيب انا هذا اللي اتكلم زين وممزوره عرب شو المشكله شو عندكم مشكله ويا العرب شو بي حد يعبد على حد ابوي ليه ما ينزقر ما يتوايب ليه ما ينزقر ما يتوايب مستحيل ليمشي في حال سبيله ما حد يخصه في حد لا انا اللي اقصده الناس اللي مش اجتماعيين اللي يتروعون من شوف الناس هذا اللي اقصده لا يخصني اقصد فلان ولا علان ولا فلان ولا علان السرعه من المفرق لين لغويفات 160 شيء مكان مكتوب عليه 120 عند ال 120 هاي شيء دبه مطاره كبر يلسث البنادم هاي المطاره حد طايح من حد في من سيارته و...
وحد كل دقيقة حد يكفخها، السائر والياي يلطمها، فمسوي عرقلة في المرور وفي السير. فالحاضر يعلم الغايب، المطارة موجودة أبوي وين؟ قبل الطبيعي وقبل وقبل، أو أنت ظاهر من بوظبي باتجاه الغويفات 160 درجة السرعة، وين المكتوب 120؟ هذا هناك بشيء مطارة، كل دقيقة حد يلطمها، ولا بطاعة خوز حد يلطمها شرق، حد يلطمها غرب، ولمسلم الله عادة. لا تقولون ما قلت لكم، أنا حاولت إني أجز أوجف ولا شيء، يمنع سيائر وراي، فحد من قبلي يعرف حد من الشرطة ولا شياته لصاحب صديقي خبره. شكرا جزيلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أول باري سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ما شاء الله اليوم البحر وين صاك مرة عاد. هم المايات الكبار عاد الحين ابتدت خلاص من الحين وساير كل الماي هالنمونة. ما شاء الله كان هو اليوم عاد نعشي. هو قوي لا نعشي زين قو يعني ما يدخل لا زين قدمين ثلاثة أربعة هالنمونة. طلع عليكم هالمنظر، شوفوا ما زين هالمنظر، سبحانك يا رب. ما يدرى وين يبن عادة، وين يبن سايرات، سايرات جدا حد بيباتن هاي سايرات على مبيت تراهن أدعايات على عشاء ومبيت. ايه ها فريج البرق هناك عالي سايرات جايين هداعي ما يشوف حد شال سامانهم ولا شيات. تعرف راعية البيت اللي داعتنهم قاتلوا تعالوا لا تيبون فراش، ترى ابوي الفراش مكود مكود مكوده الفرش، لا تعبلون ولا شيات، تعالوا بثيابكم اللي عليكم، تعالوا بثيابكم اللي عليكم مرة لا تيبون شيء. هذا حبة تبتدي تفتش الماية لين نصايف الليل بترد هناك الماي لين قرب البانوس لين قرب الفايز من لحينة من المايات الكبار زين البحر حينة الجو اعتدل يجي للبحر. تدرون أن درجة الحرارة أقل عن بوظبي يمكن بسبع درجات، درجة الحرارة أقل عن بوظبي يمكن بسبع درجات إذا يوم ماشي أقل 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 شيء. هذا نأخذها تبون جايين لا جاي بفريجة هلال يومي بفريجة أنا يفتحون لي فلة قوم أبوه. هذاك بيت هلال وهذا بيت قوم أبوه، هذا المخازن على الأوليات الأول، كل هالعائلة هني متجمعة في هالمكان، حوالي 60 عائلة في هالمكان اللي تشوفوه. سبحان الله يوم الله راد وسع عليهم وسع على أعمارهم. وهذا بيت بسم وهلال من يجيب فريجة أنا أعزمها أتبيت في هالبيت. ها بليت بيت طوله طول عرض عرض حوالي 6 غرف نوم، بيالس مطابخ علمهم خبرهم 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 روحي اتبين ابدا. شو ما شاء الله شو ما شاء الله. الحين الدفع على السمك، الدف السمك ابوي من الغبيب تجيبه مره طق البر، السمكان الحين كلها ابوي تبع البروده، البحر الحين بارد اطرافه هني، كل من دخلت غبة بحر حار، من تتقرب جدا السيف السيف تغلي الماء باردة. اي والله عسى بشي سمك سمك يتقرب دور البراد، ما حد ابوي بالحرورة كان السمك ولا بن آدمين اللي هو حد يبالحر وما حد يبالحر، ما حد يدور الشقة والعذاب. حيدون موسم السكورة يوم السيل اليابان، أنا ومحمد الصليطي وإبراهيم توفيج يوم السيل اليابان ليس 10 أيام، صرنا بدعوة من هاي البلاد واستقبلتنا الشركة وعبروا منا الشركة اللي قابلتها أمينة تقول آمنة أو أمينة اسمها آمنة آمنة إيه، وتعبلوا منا وما قصروا ويزاهم الله خير. يعني الحرمة ما قصرت يعني بياض الوجه كل شيء سوته من أروع ما يكون، خطر عليها كنا فوق رأسها فقير من كثر من طيبها وأخلاق حرمة حشيب خايف من الله مصلي مسمية هي والشركة اللي تشتغل عندهم. فتعبلت منا من سكن من مطاعم من جزر من قطارات من هليكوبتر من كل ما يحتاجه السائح
لليابان هي قدمته، جزاها الله خير ما قصرت. يا غير في ناس لازم يروحون من الامارات ومن غير الامارات، في ناس والله يا ابو خبرتني عن جماعه هاي الحرمه معاش موظفه، يعني معاش موظفه، وشلكم انتم عائله من الامارات والله، لانها بناس ناس بعد طيبين، ما بناس من هاي مال سربجي، لا ناس مقتدرين وهالخير وعلم وخبر. وشلكم انتم طلبوا منها عده خدمات، من الخدمات اللي طلبوها انهم يعني يوم بيوصلون بيحولون هالبيزات. وش لكم انتم الدقدق تليفونات هي والشركه والسفاره وطحنت الزمان، ولين الحين ما يردون عليها ولا يتواصلون، ما يبقالوا لا المشكله رد عليها اول باي قال ابوي مالك حق عندي، يعني القانون قال ما يحمي المغفلين. كيف الحين انت هني قضينك انك تاكل كد حرمه فقيره خايفه مصلي من الله ما تتروع تلحق حوبه؟ حد من العرب يعني ما فيهم مخافه من الله سبحانه يا رب، ما فيهم خوف من الله. كيف احنا انت يقول كيف بيجيك رقاد، كيف بيجيك رقاد وانت ماكل حلال اي اوادم؟ حرمه كد تشتغل بمعاش تخلي فاتوره تستوي ما ادري كم الف دولار، يعني هي تغرمها؟ صيح اقول لكم متصله حرامي انها تصيح مو حرب اربع يا ابو محمد. قال شو انا يقنت فيهم، شو ابي قنت وثقت فيهم يوم قالوا لي نحن ابو من طرف خالد الخالدي، ونحن قلت ابوي انا ما قلت لك لا تاخذين عنهم بيزات، انت دويه انت خبيله كيف؟ قالت انا ما قالت ما توقعت ان في فئه من البشر بهالطريقه، قلت لا فيه موجود ابوي، لو خوريت لو خليت خربت الجنه تبه والنار تبه، النار رب العالمين خارج الجنه والنار، ما حدد هاي الجنه حق الجنسيه الفلانيه والنار حق الجنسيه الفلانيه، بتضم ابوي كل من وطت ريله ارض الارض، كل من وطت ريله على هالارض بتلحقه، كان سوى خير بتلحقه الجنه، بيلحق الجنه. وين سوى ابوي لف ودوران جهنم وبئس المصير. هي والله ان قلبي عورني عليها. قالت لي يا خالد ما ادري شو الحال، قلت ابوي تخبرت السفاره، قالت هي يتصلوا به مانيهم اليوم وباكر، اليوم وحين من كم من شهر ما احتديت اخبرك الا الحين يوم شفت مره عاد خلاص عاد ما بالرمسه هاي رمسه مال تونس مال الجزائر يعني نسيت والله. فقير قلبي والله عورني عليها. فمفروض اي انسان ما بقد السير ولا بقد اليمين لا ياكل حلال اللوادم لا داخل البلاد ولا خارجها، لا داخل البلاد ولا خارجها، اكبر عيب، عيب يعني تخرب سمعتك وسمعه البلاد اللي انت جاي منها، سمعه الدار اللي انت ظاهر منها كبرها تخترب. هي والله انت ترى اسمك من الامارات، واللي اسمه من الامارات مفروض ابوي انه ما يسوي اي شيء غلط، اي شيء سوء للناس ما يسويه، وهاليابانيين فقاره يا ثقوفي والله يا ابوكم، يعني سرت وجيت من عندهم يعني ما كتبوني ورقه ولا بين وبينهم اي اتفاق ولا عقد ولا شيات، لكن سبحان الله ناس الاخيار يعني رب العالمين عقهم في ثم ناس ما باخيار. اي نعم ما بشيء بسيط، ما ادري وين ساروا اي جزيره ويلسوا ما ادري كم يوم، وقالوا لهم ان نوصل نحن هاي البلاد اللي فيها المطار طوكيو بنعطيكم البيزات في المطار، يوم وصلوا المطار قالوا لا البيزات ما دخلن الحساب، وحين باجي على الطياره ساعتين لو ثلاث والله، لكن ان شاء الله من نوصل بنعطيكم. تقول لي انا وثقت فيهم ما يبين عليهم الحركات هذه، كيف يعني ناس زينين ويصلون يا خالد؟ المشكله يصلوا حتى في القطار يصلوا، قلت له صل ما ويهك يا الدوية، ما حد قال لك اي انسان بييك؟ قالت حتى حين تو اتصلت بعائله وانا متخوف منهم، متخوفه من قلت لها التخوفين ابوي هذا، هاي يسمونها زكاة الطائفه، هذه يسمونها زكاة الطائفه، وفي في بلادنا وايد هالطوائف، لكن هذا زكاه
عباره ولا ما حد ياكل. هي والله قلت له ابوي يستوي لازم يستوي له كم ما علي. انت خبرت الخبر وصلته في السفاره رب العالمين ان شاء الله بيقتصلك الحق وحقك ان شاء الله بيرد لين مكانك. بيرفدوني في المكتب الطيران. قلت ما بيرفدونك ولا ما عندهم حد ابو شراتك. انت فادك حي وانت استويتي مشهوره الحين العرب كلها تعرفك. قلت ابو توكل على الله هاللي اتصلوا بك خلصي وياهم واتفقي وياهم بيونك بيتكشتون وبيردون. يلا ما زين لنا شيء على السيفه الحين عالم غيربان. يا سلام يا سلام ما اسمع انتوا سمعوا صوت دحت المايه دحت المايه هاي روحي وباخذ اسوال هساوي. نعم لا بشيركم هالوقت الحين وقت دول 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 البحر كله دول عاد الحين. سبحانك يا رب. شو سويتي حصه؟ حطيت فلفل على وصفه لخالدي. شو صار لك؟ لبكت لبكت حسبي الله علي من وصف. شو قالت كيف تسوين راوي لي؟ حطوا ماي زيادة وهاي الفلفلة قصروها داخل بغينا نموت. الدنيا بروحها لا بقى الحين. لنت كيفي هنيك ضينك تاكل حلال أوادم وين يجيك الرقاد يا أبوك؟ هاي حرمة دينة خايفة من الله بتدعي عليه بينقصف أجلك. رد بيطرش لها بيزاتها رد طرش لها بيزاتها فقيرة ما بيطيح نصك طرش لها بيزات. انت تعرف انك متلاوي عليها هرب الله تعدوك ما تخاف من الله. الله الله فيها الفقيره يا ابوه. انت قال لا المشكله يقولوا يتابعك يتابعونك بلحظه بلحظتها ولا تتابع. والله لو اعرف هذا اسمك لاحط عليك بلوك كم الكبار اللعنة. تتابعني تابعني وانت تاكل حلال الفقاره. الله اكبر عليك. السلام عليك ابو محمد. شوف السلام عليك ابو محمد. جايين بلادك ها بانكوك. يا مرينا قبل سوق الخضار مرويك سوق الخضار هذا مالنا في الليل. انت دلتنا هالمكان وجايين نحن. شوف ما شاء الله عقب ما عقب مسير عند مال الورود. مال الورود قدام جايين. ابو محمد جينا الدليل انت الحين استويت في بانكوك. هذا مال ورود هذا سوق الورود سوق الياسمين اللي تباهي. ها ابو محمد ما شاء الله عليك فرق دليل ما ادري يبك. ها بس لازم تحط العناوين هذا كاسي دبش ما يعرفون طالع الروز وما ادري. على يا خالد شوف على 50 ببلاش. ها كله ورود كله ورود اهداء لك يا ابو محمد. هذا ابو غليطة هذا الله يحفظه ابو غليطة ساير بانكوك وساير على نعتيه وين خبرته سار والتلاهن ابوي كل هالاسواق مبسوط وفرحان معين من الله خير. شاف مكان ما قد شافه لو ما لحاية في المكان هذا. لكن تعرف على ثقافات تعرف أشياء ما تشوف تشوف أشياء ما تشوفتها يعني الناس شو يسوي. بي اي مشواي وسائل بي اي سالونا هي عيش أبيض. وين الحين هذا العيش الأبيض والمشواي وينه؟ ريدي لا ما في بند. هي وهذا هذا سالونه مرق. ريدي؟ لا ما بريد. بسم الله. يجي متو؟ يجي؟ ايه. انت ما يعرف؟ كذاب. كذو. انا ما يجي. الله انك كذو. انا ما بيجي. ما الله اكبر كذوب انت. سو السعر، سو السؤال المردود. ايه. خات الختلة عبد الله السلام عليك. ايش حالك؟ الله يسلمك. اقول لكم اسبوع اللي خطف انا مبوني الحين ساكت لين الحين ما شاكيتكم.
ولا شاكيت حد. اسبوع اللي خطف يميع السبيطية ويميع السمكان والدنيا والدين. ابو محمد حط ثلاجة فيه، قال ثلاجة هل بيتنا وثلاجة هل كنت يا ابو محمد. قلت له طال عمرك قصته، اطري عاد منو هنا، اطري هالرجال هالي تشوفونه اللي اعطاني الثلاجة. انزين سيارتي يا ابو ما بتهون علي حمل فيها سمكان. ابو عبد الله عند البيك اب، عندها جيمس بيك اب. ليش؟ قلت له ابو عبد الله تيمل ود سمكي. قال ان شاء الله. وشلكم انت وكان انت شفتوا من البعد شيء، انا شيء شفت من القرب. ليش تلوت على سمكي؟ زين ما عبت لي ارمس؟ ارمس زين. انت اصلا الصبح، الصبح من هني نعم. طلعت اظني زين. المهم حملنا على طريق من هني عقب صلاه المغرب. انزين. وصلت هناك في الليل. تفضل. نزلوا العمال الثلاليج. كنتنيو ابو عبد الله. زين. وقلت لهم، قلت لهم ماشي خلاص انتوا وحده ودوها بيت الاهل. ايه. وثلاث نزلونا هني. انزين. زين. جيت هناك الصاله ولقيت هلال. انزين. قلت لهم هلال، هلال اللي هو هذا هلال، هلال بن محمد. قلت لهم المهم. انزين. قلت لهم ابوي ثلاليج هناك، وحيده كنت اضطر اشد دريول. انزين. على اساس يشلهم. انزين. بس ورحت تسبحت وارتحت. ما عقب ما ادري يوم عقب يومين سمعت انك انت والله ما وصلتك السمك، ما وصلتك. هي بس معاوض زين اليوم. شهدوا عليهم الحبر. نعم. لي ثلاجة في دمك. نعم. في دمك. ما أسامحك إلى يوم إلى يوم يبعثون. لا والله في دمك. زين أنا هم في دمتي. أنت ما طرشت الدرايول. ما يبى طرش تدب. مفروض إنك من أقل أول ما توصل دق تليفون. وأنا دق تليفون. دق تليفون اللي أنا. شاير شارد. لا يا رجال خف علينا. طرش دريولي وانا ما ادري بك انت متى بتوصل. وبيتنا من البيت، من بيتنا من بيتكم 20 كيلو. معوض معوض محمد. اي في ذمتك ما اسامحك لين تقوم يا قد صالح. لو تبي باكر، لو تبي الحين خلي يطرشون لك. لا 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 ابا ثلاجه. حال حال فيها سبيطيه ضروري. سبيطيه سبيطيه. اي ان شاء الله. ها حاضرين عندكم الراحه. باذن الله باذن الله. ولا بنحط له منشله. باذن الله ابوي الحين منشله. بنحط اربع مناشل. منشله ممنوع يقول لك. شو منشله؟ منشله خيط. 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 اي خيط واحد ميدار واحد يعني. خيوط خيوط يا رجال. اي يقولون لي في ميادير بعد ممنوع. ليش؟ والله. ها؟ والله يقولون ممنوع. ممنوع اذا ممنوع. من متى احنا نعق مناشل؟ نعق بخيط واحد. خيط واحد. زين. اللي يجيك السبيطي عادي. حافظ اللي على المقصر يا ابوكم ما خرب. وعوشة كيف حالك؟ كيف انت؟ وين هالغيبة؟ موجود. يقولوا محكوم عليك ما تغطى ريولك في البحر. ها؟ السلام عليكم. سلام. وين هاك البطن؟ دليل برا خلاص. شوف ما شي بطن. تحدون بطن عود؟ كيف؟ ما ياكل داخل هناك؟ شو داخل البيت سوي؟ واجد شو حواجز زين؟ يعني سبحان الله كم كيلو ناقص؟ ما أدري والله يمكن 50 كيلو أظن. رد شباب. أيوة متون بلاد زين؟ زين. فمدي كل زين؟ زين. الحمد لله. استوي تبي يلا بعد؟ يلا. شو 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 شاكم اليوم؟ اليوم لي سفاتي أي سفيت ما سوي سبت سيس. أخبركم عاد أنا ما هان علي ما أصور لكم هل هل مبروك. ما هان علي ما أصور لكم إياه. شوف الله عليكم. شوفوا سنامة. هذا أبو السمن ليه في الدنيا كلها متيمع فيه. هذا أبوي أبو السمن ليه في الدنيا كلها متيمع فيه. أبو محمد صدياي. شفتوا بالله عليك. أشوفه أنا أبوه. من دعس من دعس. هذا يزقرون هناك أهل الدمام عريضي وعريضي. ما شذبوا. احنا ابوي اسمع عندنا شعن. مرحبا ما قرب. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه يا خير هو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه رزق خير من الله تبارك الرحمن. بعد شوي عاد بنرميكم الحسد كله. تقولون بلاك ما صورت هناك وما صورت هناك. التليفوني كان مفضي وانا تحرى عمري شال البطاريه الاسبيه ثرني ابوي ما بشال لها. وحين ابوي يوم جينا نصور لكم الحست كله على عينك يا تاجر على ما قالوا شيء. ابوي رزم 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 مرادم مرادم ما بسمح تبارك الرحمن.
شعوب هنا ابو يثار هن اثنين الشعوب اثنين هب الا واحد هذا واحد وهذا اخوه خيبة تعال هذا ابوي حبوبية هذا واحد وهذا واحد لا والله ابو محمد هذا ادنى عن هذا هذا الاولي هذا مالي انا ايه هذا حبوبية هذا حين الاخو العود هذا امن وحده تراهن ابو محمد لكن هي نعم هذا اول موسم وهذا تلايا هذا الاخو العود زقنبو طحنك رب الله تك العدو هي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايه ظلام يكره قدام ظلام محمد انا ما اشوف شيء مره وين اللي تاك فلاني سنة معومة لين عينها والثانية فيها الثلثين شيستين قاصر ثلث شو ما شاء الله شعوم شو زريبية شو ما شاء الله ليس كل نمون كل نمون لا تسحة الثلاج سحبك الله يبهتك كرت يلي يخن يلا عاد محمد ليش ما يريد أنا إيش الصورة؟ أنا ما يريد. زين ليش؟ عشان نفرات بيسوي عين يحسدونك، ها؟ ليش يعني؟ يلا عشان حد هين ما يبي حد يصوره ونعتب ما يأكلونه إلا وادم يحسدونه. دبغ مال بغابة ول 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 الله لا ولاك يبغى على مسلم مجرم مجرم يلا لا مرضا محمد اظهر للشعوم ها خلي الشعوم خالص فوق في الوجه لا برهن درن 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 ها يا خير هو يا خير هو هذا ما شاء الله بكرة ها أيوة هاي مرحلة ما زينها صبح صبح فسكر كله صغار محمد ما شايف فسكر كبار فسكر إلا ها في ثلاثة من شوف صغير صغير كله ها قدام حق باكر داخل غداني باكر هذا ايوه سمين محمد ها محمد ايه راكن راكن محمد بس عاد من ده اللي هذا ما قبلوا هالكثر وايد ظهرت سمك مرد ها محمد هذا النقر ها دلي يا كوديه دمبر لا مرد اجا مرد محمد ما بايد هذا سمك؟ هذا ما يسوي كامل. ها؟ عشان هذا ركب فوق. إيه. كل سبحان الله ريح. إيه إيه. آه ممكن هنا ريح لنا لا. هذا بكرة. إيه. هذا بكرة. إيه. ثلاثة فشكار واحدة فروش إيه الحمد لله كافي ولا تنين هادو لا لا لا, لا 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 كان واحد خلي في الليل ممكن إيه لا بس علينا شعوم واحد سوي العود أم حمد أقول لك شعوم خل بكرة كبير ظهر شعم العود لا ما لا لا في واحد كبير واحد شوية صغير هذا بني سينقاس
أنا أقول لك اثنين واحد فرق قياس. يلا شوف ثاني سنة أنا أسوي شيك. وين بعد؟ شو شقيته؟ مسوي رزيمة؟ إيه. متى؟ وايد إذا وايد له شوية. شو؟ وايد درام. درام. إيه. مسوي لنا درام كيف؟ ليش محمد؟ رزيم داخل درام؟ أشوف. شو هذا اللي سمعت؟ هذا مال شو السمك هذا؟ شو بسار هذا؟ شو عاد هذا؟ بسار شو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا المكروه بسار ايوه يا سلام شوف يا سلام هذا بني. هذا مالح بسار يا سلام سلام خلاص نمبر 1 ما يشيل كيف ما يشيل انا ما يريد كني كني غير جنيت متروع من العيله وان يحسدونه ابوي هذا مالح لحم كيف 200 اي ما شاء الله ها ايوه رقم 1 كيف نوديه اي رقم 1 قلت لك ما حطيت لومي محمد شو لومي قبل ما في انا وين هسه أنا أبو ذهب هو بس محمد حط طحين على زخيته حط شوي ملح زيادة وغط طحين مع شوي يبغي لحينة شوي بس بكرة تزيد الصبح نمبر 1 عواد عاداتهم وتقاليدهم ورياحهم وغفتت تطوية الحرمة تعقق البامبرز هني طالعوا أنتوا اللي تشوفونهم نحن هني من شرق ونقر يعققون بامبرزهم وبتحت الصرم تحت النخيل تحت ريالهم ويسددون بنايات أبراج كل يوم تطفح المجاري والسب أبوي البامبرز الكترة قدامها ما تعق الكترة أبوي في البامبرز الكترة تعقى في المرحاض وتير عليه الماء يفيض الماء والله كلامك صح أبو محمد تطبع الدنيا هذه الإمارات يشرفون لما يسافرون برا خارج الدولة تستفيد لأن يمثلون الدولة كما قال الشيخ محمد بن زايد إذا طلع مثل الدولة يرفع اقتصاد الدول سلطان قابوس بن سعيد الله يحفظه سلطان عمان زار بريطانيا يوم زار بريطانيا منو استقبله في المطار استقبله في المطار الملكة العظمى ملكة بريطانيا إليزابيث ملكة بريطانيا تستقبل في المطار حياتها ما استقبلت حد بعمرها ما تلقفت الحد في المطار من استوت يوها رؤساء الأمريكان يوها يها الرئيس الفرنسي الرئيس الإيطالي يوها الرؤساء اللي يمتلكون حق الفيتو أقوى بلدان العالم واللي يملكون الثقل الاقتصادي والثقل الجيش والثقل الحروب وثقل القوة وثقل الاقتصاد والدنيا كلها والله ولا تلقفت الواحد المطار إلا السلطان قابوس تلقفت لين باب الطيارة في مطار هيثرو اشتلت وياه في السيارة اللي وصلت القصر وركبوا ابوي العربة وتمشوا في العربة وتفقدوا الحرس الملكي يعني ماشي في الدنيا ما استوى حق السلطان قابوس نتيجة السالفة المتعارف عليه يوصل أي رئيس أو أي ملك أو أي كان من عنده سلطة من يوصل المطار استقبلوه اللي يستقبله كالعادة كان وزارة ولا سفراء اللي يكون وخلاف من يوصل بقعته يسير هو يسير على الملكة ملكة بريطانيا في قصره في قصرها وتستقبله وله الحفاء أيا كان لكن أول مرة هي تتعنى تشيل قدم تسعب قدم من داخل لندن لين مطار هيثرو تتلقف الشخصية زائرة يعني هاي الناس زائم حد مذهولين العالم كأن حد صاب على خمرة راسهم ما بارد مثلج عنبو ملكة بريطانيا تتلقف الحد في المطار حالات صارت في السنين الأولية ولا التالية صار الزمان ويا الزمان وخطف وقت ويا وقت يوم من أيام الله
في مؤتمر صحفي واحد والله بلتع انجليزي ما اتذكر شو اسم هالقناه سال الملكه قالها طال عمرك شو السر اللي محير العالم هاي كلها الناس تبي تعرف السر هذا قالت له تفضل قال شو سر استقبالك للسلطان قابوس دون العنقير انت ما جد استقبلتي حد من استويتي لين اليوم شو السبب كان ردها حكيم قال جلالة الملكة انتو تدرون انه هو السلطان الوحيد في العالم اصل وفصل من رس السلاطين ابا عن جد عن جد عن جد من لك 600 سنة سلطان بن سلاطين هذا وهو الوحيد اللي يعلوني مرتبة فوجب علي أنا أني أسير وأتعناله وأسعب قدم وأتلقف للسلطان قابوس لأنه أعلى مني أعلى سلطان السلطان ما فوق فوق غير الله سبحانه وتعالى كرتب فلذلك وجب علي أني أنا أودر أبوي قصري وأسلم مطار هيثرو وتلقفوا بي للضيف العظيم هالي جاينا هذا سلطان بن سلاطين شو تحروا There was a significantly impressive royal turnout for the Sultan's arrival, making it clear from the outset that this is rated as an important occasion. The significance is not only that Sultan Qaboos is one of the most pro-British heads of state in the world, but that he rules a country vital to Western strategy. Mind you, most of the people who brave the cold weather to watch the procession could be heard muttering, "The Sultan." Still, the Queen knows very well, since she's been to Oman, and the British government, with whom the Sultan will be having a series of talks tomorrow, is very keen on this visit. It was Britain which helped to put down a particularly nasty rebellion against the Sultan in the 70s. His army is still run by British officers on contract. The RAF flies his helicopters, and former British bobbies lead his police force. The strategy comes in because Oman controls the narrow straits of Hormuz, through which every oil tank must pass on its way to and from the Gulf. Indeed, it is one of the Sultan's pastimes to sit on the terrace of his palace in Muscat and count the tankers as they pass, one every 45 seconds. Oman is vital too. Is a place for the Americans' rapid deployment force. The US government is to spend £800 billion over the next 10 years on building facilities in Oman. Clearly, Britain can't compete with that kind of money. The Sultan has a unique sense of gratitude and affection for us. He had his military education at Sandhurst and served as a lieutenant of the Cameroonians, and of course, wore their tartan troops. So for all. والزيارة هاي الله يحفظكم كانت في سنة 82 من شهر مارس. من تاريخ 16 لين تاريخ 19 تقريبا 3 ايام كانت الزياره الرسميه وكان الحدث هذا حدث تاريخي هادت به امه لا اله الا الله وكل هالعرب تهول لين اليوم ولين باكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأسكن الناس منازلهم منزلة السلطان قابوس بن سعيد على الله يحفظه ويطول بعمره ويعافي ويعفو عنه ويعفو عن كل مسلم يا رب العالمين وايد عالي لأن السلطان من بعد السلطان اعتقدي الملك أو ما أعرف والله ما أعرف رتب لكن ما شيء فوق مرتبة في من مراتب البني آدمين اللي على وجه الكرة الأرضية السلطان أعلى شيء في الدنيا العود من عقبه ما حد كبني آدم يمشي بروح على الكرة الأرضية أعلى سلطة وأعلى قدر فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأسكن الناس منازلهم فلذلك بارك الله فيها وملكة بريطانيا يوم سعت بغدم من قصر بكنغهام لين مطار هيثرو على حلة مستقبل سلطان السلاطين يعني الله يحفظه من مجبجلة مجبجلة إن شاء الله أمة محمد أجمعين يلا بس عاد عليكم تصبحون على خير